الحمد لله والفق الأكبر والجامع الكبير لزيادات فهد المبسوط الدرر الغرر بالهدايا ومن البدايا وإليه النهاية بحمده الوقاية ونقاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيداح الإصلاح ونور الإيداح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البضائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباع والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي القافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وأهلي وحزبي مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين